بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم اعزائي المشاهدين مشاهدي ومتابعي قناه كوره لوكر من جميع انحاء العالم. النهارده معانا خبر عن اللاعب عبد الله البحري. اللاعب عبد الله البحري هو لاعب كره قدم سعودي يلعب حارس مرمى في نادي نجران، اسمه الكامل عبد الله عصام البحري. ولد 16 مارس 1995، عمره 28 سنه، ولد بالدمام، هو حارس مرمى وسعودي الجنسيه. معلومات عن النادي ونادي الاتفاق سنه 2000، معلومات عن النادي الذي لعب بمسيرته الشبابيه، لعب مع نادي نجران لعب مع نادي نجران وايضا لعب مع نادي الاتفاق سنه 2016 2021، ومع نادي الكوكب اعاره سنه 2017 2018، ومع نادي ابها اعاره سنه 2019، ومع نادي السكبه اعاره سنه 2020 2021، ومع نادي بيشه سنه 2021. بشكركم اعزائي المشاهدين، واتمنى دايما تتابعونا باستمرار وتشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم منا كل جديد وحصري. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.